سرقة مجوهرات العيلة المالكة من رجال الثورة وحكاية المالكة فريدة معاها. تعالوا معايا مشوار 5 دقايق نشوف حكاية محدش يعرفها من كتير. سنة 1984 تم العثور في أحد خزائن بنك مصر على مجوهرات تخص العيلة المالكة، رهنتهم مرات أحد رجال ثورة 1952 مقابل قرض 15 مليون دولار وما سددتش قيمة القرض، وبعد وفاتها فتح البنك الخزنة علشان يعرف محتوياتها علشان يتفاجئوا بمجوهرات العيلة المالكة بما فيهم تاج الملكة فريدة. المشكلة إن دي مش الحادثة الوحيدة ولكنها حادثة مسجلة بدفاتر رسمية. الملكة فريدة ما زعلتش لأن هم صدروا مجوهراتها ولكن لأن مصر ما استفادتش بيها، وباعوا جزء كبير منها في سويسرا بسعر رخيص وجهلهم بقيمتها التاريخية، والجزء الباقي أخدوه هم، لدرجة إنها في أحد المناسبات فوجئت بإن زوجة حد منهم كانت لابسة عقد من الماس كان ملك للملكة وصدروا منها. ولما حصلت ثورة يوليو 1952 كان قد مر على طلاق الملكة فريدة أو صفينة الزلفقار من الملك فاروق أكتر من 3 سنين، وكانت عايشة في قصرها اللي بنا ليها والدها في الهرم. لكن مجلس قيادة الثورة لما قرر مصادرة أملاك العيلة المالكة قرر مصادرة أملاك الملكة السابقة كمان رغم إنها كانت مطلقة، وصدروا كمان 1700 فدان وقصر الطهرة اللي أهداه ليها الملك فاروق، وكان ممكن يكتفوا بكده وبس، لكن هم صدروا قصر الهرم وأموالها في البنوك وكل مجوهراتها. ولما اكتشفت إن في بروش ناقص ما أخدوهوش منها راحت وجابته وديته له، وده اتصور في مشهد من فيلم رد قلبي، وما كانش معاها أي حاجة فأجرت شقة صغيرة في حلوان، وتقريبا كده كانوا عايزين مصادرتها هي شخصيا. واتقال وقتها طلب جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة أخو صلاح سالم العضو في نفس المجلس طلب منها الزواج، ولما رفضته اتحول الموضوع لمطاردة، واللي حكيته الملكة فريدة بنفسها وإنها عاشت أسوأ أيام حياتها بسبب إنها رفضته ومنعوها من السفر لمدة 5 سنين، ده غير الإشاعات اللي اتقالت عليها وتشويه سمعتها. واللي أنقذها من كل ده هو الفن والموسيقى، وكان معروف عنها إنها بتحب الرسم، فابتدت ترسم وتبيع لوحاتها وتصرف على حياتها المتواضعة من ثمنها. إنها ليست قصة ملكة فقط ولكنها ومضات تكشف لنا عن تاريخ لم نعيشه وجزء مما تم تزييفه وتدليسه. يا ترى ايه رأيكم؟ مستنيين تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وانتظرونا في أسرار وحكايات جاية كتير على عين مصر. إعداد وتقديم سالي حمدي.